معكم، معكم الطباخ سيف الدين. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم طاجين الغنمي مخضر بالملوخيه بالقرعه السلاويه وبالمغنضه. تحتاجوا عندنا طريفات ديال اللحم، هادو ديال عيد الاضحى، الملوخيه تقريبا 200 غرام، عندنا المغنضه جوج مغنضات، جوج قرعه السلاوي، جوج مطيشات يكونوا ايموندي مقشرين، بصله واحده، خمسة صوص الثومة، قليل من الملح وشوية السودانية، حتى السكينجبير شوية، معلقة تكون صغيرة عامرة ديال القزبر المطحون، شوية ديال الخرقوم وشوية ديال البزار. دابا نبدا نشرد البصلة باش نشحر اللحم. ناخذ البصلة ونشردوها ايمانسي هاكا كنشدها على الصوص ديالها صافي، وديك الساعة نحط الطاجين ونشحر معاها اللحم. إلا لاحظتو راه مازالش الزيت مع الغنمي تبارك الله ديال العيد تيكون مشحن، لا ما ديرو الزيت حتى الأخير، عاد ديرو الزيت بلدية. تديرو البصلة، الطاجين شعلنا عليه قبالية تسخن لينا مزيان، دور البصلة من تنضيفو اللحم بون تنخليوه يتشحر. البوطه ديك الساعه نقسمو البوطه ونخليو يتشحر على خاطر تيطلق لينا الدم ديالو، وتنضيف هين الملحه، تنضيف البزار، تنضيف العطريه باش ما تلصقش ليا في القاع ديال الطاجين. فوالا من بعد تناخدو الثومه نشدوها روندال كوم سا، من بعد ناخدو السلاوي تا هو، ناخدو السلاوي الطريقة هادي هو راه دغيا تيكحل إلا غفلتي عليه، فوالا نديرو الطريقة هادي، نحيدولو الزريعة ديالو كومسا، من بعد ندوزو للمغيمضة ديالنا. غنقول ليكم هي على الملوخية متقشروهاش الراس ديالها كامل، خليو الراس ديالها راس لاصق هاك عارفين باش متفرقعش وتخرج لينا لاميكوز ديالها. أوكي يلا تنطلو على الطاجين هاهو تشحر لينا. دابا نمرقوه شويه وما ديروش الزيت، قلت لكم الغنمي مشاحم تيطلق الديدام ديالو باش الواحد ما يتزقهمش عاوتاني. صافي دابا نمرقو مويها شويه الماء ونخليوه تيطيب لينا، وعاد من بعد نضيفو عليه الملوخيه ديالنا والسلاوي حتى دوك تيطيبوها على ربع ساعه شويه الماء. فوالا نوبا نوبا نطلعو عليه، و إلا خصو ميها نزيدوه ميها. لي طليت على الطاجين نرجع نقرد المغيمضة، نتوما المغيمضة عزلوها تكون صغيرة، تاهي تحيدو لها الزريعة كداك بحال السلاوي. الطريقة هادي ساهلة، ضربو الموس من هنا عاوتاني تعاودو من هنا تيتحيد الزريعة خاطر فوالا. من بعد غناخد مطيشة تاهي غنشلوضها كونكاسي نضربها طريفات صغار. هذا من بعد ملي يطيب ليا اللحم ندير العطريه الخضره وديك الساعه نخضر بها الطاجين. ناخذ مطيشه راه قررت الاولى كنقربوا على الطريقه هذه، نديروا الطول ديالها ومن بعد نقربوها رقيقه. هذا نخلطها مع الخضره وندير العطريه ونخلط كل شيء، نضيف العطريه عند الخضرة، نضيف مطيشة، نضيف شوية بالملحة، مع الملحة درتها ديك العبار لي كان قبل كنت درتو في اللحم، شوية بالملحة، فوالا، من بعد تنخلط الخضرة كاملة باش تنتجم مع العطرية. هاهو طاب لينا اللحم ديالنا وشرب، هاهو جا مزيد شويه غير اللحم بوحدو طلق ديك الليله. بون تندير الملوخيه هي ومطيشه، كنت حيدت القرعه السلاويه باش نديكور بها من الجناب. ندورو القرعه السلاويه، نخلي واحد الاسباس باش يجينا الديكور زوين في الاخير. هاكاك من بعد تناخدو المغيمضة تا هي تنديروها بيناتها، فوالا كومسا، فوالا، وندورو على الطاجين كامل، من بعد
تنديرو شي شويه د الماء فين كانت الخضره عندنا، ونشدو ديك لا كيفات ونمرقو بها الطاجين ديالنا. نضيفو الماء، الصلاه دي تنشدوها هاي شويه د الماء. الحمد دابا راه طايب، دابا طيبو هاد الخضره ان شاء الله. نمرقو شويه، تنضيف الحامض المصير هو الطاجين. إذا بغيتو طيبوه من داك العسلوية نقول ليكم ديروه غير الملوخية، ديروه على الطريقة هذه، تنديرو فليفلة حارة، من بعد تندير نضيف واحد الفيلي ديال الزيت بلدية، شوية تا هي كذلك فوالا. دابا نضيف البوطة تكون مهيلة، يلا الطاجين ديالنا وجد، وكريعة طابت كلشي طاب. شنو نقول لكم، ايه القضية ديال البزار حيت مدرتش العطرية في اللحم، درتي الملحة حيت دابا العطرية درتها مع الخضرة، ايوا راه كلشي تيهبط مع البخار تيطلع، تا هو راه تيشرب العطرية، ايوا بالصحة والراحة.